للمزيد من التعليق والتعقيب ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة الوطن. أهلا بك أستاذ أحمد إلى هذه الفترة من التغطية. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. يعني اتسمت كلمات السيد الرئيس اليوم أثناء القمة العربية بروح الوحدة العربية والرغبة في توحيد الصف العربي ولم الشمل العربي، خاصة أمام التحديات الراهنة التي تواجه دول العالم العربي بشكل عام. كيف قرأت كلمات السيد الرئيس؟ هذه الرغبة كانت ظاهرة بوضوح في خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته اليوم تحدث بلسان عربي مبين، كان واضحا من خلال الكلمة المعدة من أن الموقف المصري يتحدث عن وحدة عربية حقيقية على أجندة وطنية لكل دولة، بمعنى أن كل دولة تنظر إلى مخصصاتها الداخلية وتنطلق إلى محيطها الإقليمي والعربي. كان واضحا من الكلمة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث أيضا ويشير بلسان عربي أيضا مبين إلى أن الوحدة العربية من حيث جميع المخصصات الاقتصادية وتوحيد الرؤى نحو الاستقطاب الدولي ونحو المشاكل الدولية وما شابه يعضد من قوة الدول العربية. التعضيد العربي للقوى الداخلية كان واضحا أيضا في الحرب على الإرهاب. الرئيس أشار إلى ضرورة محو الميليشيات، أن تكون الدولة الوطنية حاضرة، الدولة الوطنية في الدول العربية حاضرة، وألا تكون هناك محاولة لعب الميليشيات ولا القوى المسلحة الداخلية ولا محاولة توظيف بعض القوى الإقليمية والدولية لهذه الميليشيات التي تقض أجل أمر الدول العربية. الاستقرار العربي أيضا كان حاضرا بوضوح، فضلا عن التوظيف الاقتصادي للمقدرات الدول العربية. أتصور أن الكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت شاملة اليوم في محاولة أن تظهر الأمة العربية مظهر القوة باستخدام مواردها وقواها الداخلية تتبرز بها أمام المشاكل الدولية التي تحدث الآن. نعم، يعني وهذا ما كنت أود التعليق عليه مع حضرتك، حيث يعني ركز الرئيس السيسي خلال كلمته على العدد معين من المحددات والعناصر يعني والتي تتبلور حول الحفاظ على السلم الاجتماعي، القضاء على الإرهاب، قطع الطريق عن تمويل الإرهاب، نبذ الطائفية. يعني إلى أي مدى أستاذ أحمد اتسقت كلمات السيد الرئيس مع الهدف الأساسي لعقد هذه القمة في هذا التوقيت تحديدا؟ يعني نعلم جميعا أن القمة أيضا تأتي وسط تحديات كبيرة، يعني المنطقة تتقذفها لا تزال بعض المشاكل التي لم تخرج بعد من المشاكل التي عانت منها المنطقة منذ 10 سنوات أو أكثر. الرئيس تحدث عن السلم الاجتماعي والأمن الاجتماعي وأن تقوى الدول داخلية، أن تكون لديها قوة داخلية تحافظ على أمنها واستقرارها. إذا ما تم ذلك يمكن أن تكون هناك وحدة كبيرة بأن تتوافق الدول العربية بينها وبين بعض وأن يتقوى كل منهم بالآخر. هذه التقوية تجعل من المنطقة العربية وحدة واحدة تستطيع أن تقف أمام الأزمات التي تعصف بالعالم الآن. نحن يعني قبل يومين كان الأمين العام للدول العربية السيد أحمد أبو الغيط يتحدث في حوار مهم جدا في القاهرة الإخبارية، يتحدث عن أن المنطقة تتعرض لأزمات كبرى، تتعرض دول إقليمية تتدخل في المنطقة العربية، تتدخل في الشؤون الداخلية، تحاول أن تسيطر على الموارد الداخلية للمنطقة العربية. هذا الحديث مهم جدا، يقول بوضوح أن المنطقة يجب أن تنطلق من كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تتحد داخليا، أن تحافظ على قواها الداخلية، أن تحافظ على وحدة الموارد، أن تحافظ على ضرورة التطرز ببعضهم البعض. أن كل يعني حتى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في أحد العناوين المهمة يتحدث عن أن مصر تطمح إلى شراكة عربية، الكل يستفيد من الآخر، أن تكون الموارد العربية كلها للموارد العربية حتى تتقوى أمام حالة الاستقطاب الدولي الحادثة الآن. نحن نعلم أننا على شفا حرب كبيرة تجري في العالم، هذه الحرب تدفع الكل إلى الاستقطاب. الكلمة بوضوح تقول
انه نحاول ان لا يكون هناك انتخاب ان تقف المنطقه العربيه مع بعضها البعض، تحافظ على مواردها، تحافظ على امنها الداخلي، تلفظ الارهاب، تلفظ توظيف الارهاب، تلفظ القوى الاقليميه والدوليه التي تحاول ان توظف المشاكل والازمات الداخليه واستخدام الجماعات الارهابيه لتقض امن المجتمعات العربيه. الكلمه ايضا واضحه، الرؤيه واضحه. اتصور لو ان هذه الكلمه صارت خريطه طريق للدول العربيه مع كلمات اخرى ورؤى اخرى لعدد من القاده الدول العربيه، ستكون هناك ثمار مهمه كبيره جدا تجني ثمارها المنطقه العربيه الفتره المقبله. نعم أستاذ أحمد، يعني كان من الملفت للنظر خلال لقاءات السيد الرئيس على هامش اجتماعات القمة هو إشادة الزعماء العرب بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر مؤخرا، التنمية التي شهدتها مصر مؤخرا، الرغبة في الاستعانة بالأيادي المصرية مستقبلا. هل أعاد الرئيس السيسي مصر إلى مربع الريادة والنموذج الذي تحتذي به الدول العربية في نهضة شعوبها وتحقيق التنمية التي ترغبها كل الدول العربية؟ هل أصبحت مصر على يد الرئيس السيسي نموذجا يحتذى به عربيا؟ مصر تعرضت لأزمة كبيرة تعرضت لها دول أخرى، إلا أن مصر نجت من هذه الأزمة التي تعرضت للدول الأخرى والتي لم تنجو منها للأسف. الحمد لله. هذه النجاة هي إرادة مصرية مؤسسية. نعم. عززها وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في السلطة منذ أن تم انتخابه في عام 2014، والرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن ينجو ببلاده إلى شط الأمان. نحن نعلم أن ما سمي في العشر سنوات الماضية بثورة التخريب والفوضى التي اعترت المنطقة كلها نجت منها هذه الدولة الكبيرة. ثورتان، اضطراب سياسي غير مسبوق في المنطقة العربية وفي مصر تحديدا، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يأخذ بلاده إلى شطآن الأمان. نعم. هذه الشطآن تمثلت في استقرار داخلي كبير جدا، تمثلت في نهضة عمرانية لا يجب أن تكون وسط هذه الاضطرابات. يعني المنطق وكل العلوم تقول بشكل واضح لا يمكن أن تكون هناك نهضة عمرانية ولا نهضة حتى اقتصادية وسط إقليم مضطرب وسط دولة مضطربة. نعم. هذا الاضطراب الذي عانت منه مصر في البداية لم يوقف مصر عن ضرورة أن تكون هناك نهضة عمرانية، نهضة إنشائية، استقرار اقتصادي. نعم، استقرار اقتصادي ال 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 يعني وسط هذه الاضطرابات يعد معجزة، فضلا عن استقرار أمني واستقرار اجتماعي. هدأت البلاد. نعم. يعني ما حدث في مصر في خضم هذه الاضطرابات السياسية بالمنطقة غير المسبوقة يعد معجزة. نعم. معجزة لمن يفعل هذه لمن يفعل هذا الاستقرار في الاقتصاد، في الحياة الاجتماعية، في الأمن الاجتماعي، حتى في الأمن السياسي. نعم. يعني مصر تتعرض لمعركة شرسة مع الإرهاب لم تعرفها دول المنطقة بالمناسبة. استطاعت مصر أن تهزم هذه المعركة. في خضم هذه المعركة كانت مصر تتحرك اقتصاديا، تنمو اجتماعيا، تنمو نهضويا، تنمو من ناحية العمرانية. يعني كل وهذه التجربة بالمناسبة التجربة المصرية يعلمها القاسي والداني، أن هذا النجاح يأتي في خضم وسط أزمة كبيرة تعيشها المنطقة العربية من الفوضى والإرهاب وما شابه. أنا أتصور أن الكل أن الدول العربية تعلم أن ما حدث في مصر يعتبر معجزة في الفترة التي تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي. بالتأكيد، يعني هيأ الله لمصر القيادة الرشيدة التي نجت بها إلى بر الأمان. يعني هذا ما قاله لنا رئيس تحرير جريدة الوطن الأستاذ أحمد الخطيب، توجه لحضرتك بجزيل الشكر.